هذه الصورة لم تكن في حسابات إيران صاحبة النفوذ الأقوى في العراق، ولا في حسابات الأحزاب التابعة لها. من قلب محافظة كربلاء يعلن المتظاهرون أن لا مكان لإيران وميليشياتها في هذه المدينة التي ارتوت ساحاتها بدماء الشهداء من الشباب المنتفضين لإسقاط النظام الحالي. رغم التعتيم الإعلامي المستمر، إلا أن الصور القادمة من شوارع كربلاء وما شوهد من لافتات رفعها المتظاهرون عكست حجم الغليان الشعبي الذي تفاقم بعد المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات ضد المتظاهرين في ساحة التربية صبيحة يوم 29 من الشهر الماضي. محاصرة قنصلية إيران ورفع العلم العراقي فوق مبنى القنصلية بيد أصغر المتظاهرين سناً كان الشرارة الأولى التي فتحت النار بوجه رموز النظام الإيراني، فضلاً عن الأحزاب الموالية له. والحديث هنا عن خامنئي وذراعه الأيمن في العراق قاسم سليماني. لطالما ادعت الأحزاب الحاكمة وميليشياتها بأن كربلاء والنجف وباقي محافظات جنوب العراق تعد قاعدة آمنة لنفوذها، مستندة في ذلك إلى عامل الطائفية. لكن الرد الشعبي جاء على الأرض في الموجة الثانية من انتفاضة تشرين. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أشارت إلى أن المظاهرات الشعبية في العراق ولبنان عرضت مصالح إيران للخطر فجأة، ورجحت قيام تظاهرات مماثلة داخل إيران نفسها في حال نجاح تظاهرات بغداد وبيروت في الإطاحة بعمليتيها السياسيتين وطرد الأحزاب المرتبطة بالنظام الإيراني، وهو ما يعني خسارة إيران لعقود من الاستثمارات المالية والسياسية والعسكرية.